تحفظ أمهات المعتقلين أسماء مبعوثي الأمم المتحدة جيدا، وقد كتبنا رسائل خلال السنوات الماضية إليهم جميعا، وفي كل مرة كان الرد يأتي: تضاعف أعداد المعتقلين وزيادة في مدة الاعتقال وعدد الواقفات أمام بوابات مباني تابعة للأمم المتحدة في صنعاء وفي مدن أخرى لم تكن قد عرفت المعتقلات السرية وطرق التعذيب والإخفاء. وقد حاولت أمهات المعتقلين تذكير المبعوث الأممي بطول الرحلة، وتقول رسالتهن الأخيرة: عشنا أياما من التفاؤل رافقت مفاوضات الكويت، ولكننا أصبنا بخيبة أمل حين عادت الأطراف اليمنية دون إنجاز حقيقي بإطلاق سراح أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا. وتخشى الأمهات أن تخرج مشاورات جنيف بما وصلت إليه مباحثات الكويت، حيث تم استخدام الأسماء التي تقدمنا بها من قبل ميليشيات الحوثي، وتعرض المعتقلون للتعذيب بدعوى جديدة حيث أصبحوا يعرفون بقائمة الكويت وينالون عقوبات مضاعفة. فهل تصبح الأمم المتحدة مجرد جهة تكشف عن الضحايا وتكون سببا في وضعهم في قوائم جديدة لا تعرف الإفراج ولا ترى الشمس من جديد؟